بالخير والنور والسرور. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير لولو، يا مرحبا فيك، يا مرحبا مشاهدينا الكرام. يعني امس انا قريت يعني خبر في صحيفه القبس الكويتيه. الخبر يقول ان الحكومه الكويتيه بصدد الاستعداد لتنفيذ برنامج لمعالجه الخلل في التركيبه السكانيه بسبب كثره الوافدين مقارنه بعدد المواطنين. هذا الامر ادى الى حدوث مشاكل اجتماعيه وامنيه. اللي عجبني في الموضوع ان في اعتراف رسمي يا لولو بوجود هذا الخلل. ثاني شيء ان خطه المعالجه راح تنفذ على ارض الواقع حفاظا على التركيبه والهويه السكانيه للكويت. خلنا نعكس هذا الموضوع اللي صار في الكويت على ديرتنا هني. قد مره سمعته ان في مسؤول رسمي اعترف ان في مؤشرات تهدد التركيبه السكانيه في البحرين. قد مره سمعته ان الجهات المعنيه بدات تسوي دراسه لمعرفه اسباب بعض الظواهر اللي بدات تصير في مجتمعاتنا واللي من بينها الهوشات. اعتقد بس لو نرجع حق بعض مقاطع الفيديو أعتقد اللي انتشرت هذه خلال 3 شهور الأخيرة، ما بقول لكم سنة ولا سنتين، 3 شهور بس لا تروحون بعيد، راح نكتشف أن وايد من السلوكيات الغلط اللي بدأت تهدد نسيجنا الاجتماعي وتركيبتنا السكانية، وسببها طبعا بعض المواطنين والمقيمين. مشكلة الخلل في التركيبة السكانية أعتقد أخوي فواز صارت أزمة خليجية ومو بس في البحرين، لكن التعامل معها اختلف من دولة للثانية. يمكن كثير من الأكاديميين تطرقوا فعلا حق هذه المشكلة، وقليل من الدول اللي استجابت ومن بينها الكويت الحين. لكن نرجع ونقول البحرين وين هي من ذي الموضوع؟ ثقافات كثيرة دشت على البحرين آخر 10 سنوات، عادات لا تعد ولا تحصى. صحيح نتقبل الجميع ونرحب بالجميع والبحرين مفتوحة حق الكل، لكن من حقنا نحافظ على هويتنا، من حقنا نطالب معالجة أي مؤشرات تثبت أن هناك في خلل قاعد يصير في التركيبة السكانية للبحرين. والأهم من ذي كله نطالب ونحث كل من أي البحرين للعمل أو لاكتساب الجنسية بالقانون أن يتحلى بالروح البحرينية اللي إحنا أصلاً نعتز ونفتخر فيها. الخلل في التركيبة السكانية يا مسؤولين ويا معنيين في كل مؤسسة لابد أن يراقب ويعالج أول بأول، لأن إذا تركناه وغضينا النظر عنه راح يتسبب لنا بمشاكل أمنية واجتماعية واقتصادية إحنا أصلاً في غنى عنها. خلنا نواجه المشاكل ونلتفت بالمؤشرات اللي تنبهنا عن وجود الخلل، مثل الهوشات اللي تصير بين بعض الجنسيات، ولا نحط رأسنا في الرمل ونقول ما في شيء. ولا إيش رأيك يا فواز؟ صدقتي لازم نعرف وين الخلل وين المشكلة. بالضبط، خلنا نتابع معاكم العناوين ونرجع. برعاية واهتمام من جلالة الملك الله يحفظه، بدت اليوم تصفيات جائزة البحرين الكبرى 22 للقرآن الكريم اللي تنظمها كل سنة إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. الحلو والمفرح في هذه المسابقة أن عيالنا من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة قاعدين يشاركون في هذه المسابقة، وبدت التصفيات اليوم بمركز التأهيل المهني والأكاديمي، وراح تقام التصفيات النهائية لطلبة المراكز والحلقات القرآنية للذكور في جامع الفاتح، بينما راح تقام للإناث في جامع الملك خالد في تاريخ 22 أبريل الجاري. عشان نعرف أكثر عن هذه المسابقة اللي نتشرف فيها كبحرينيين، معنا على الهاتف الأستاذ خلود علي، رئيس قسم المسابقات القرآنية بإدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العجل والشؤون الإسلامية والأوقاف. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا. هلا مرحبا. نبي نعرف أكثر عن جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم، متى انطلقت وشنو هي أهدافها؟ طبعا مسابقة البحرين للقرآن الكريم هي اسمها مسابقة البحرين لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، انطلقت في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه في عام 1996 ميلادية. المسابقة حاليا في دورتها 22 وتحظى برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى. طبعا شهدت المسابقة عدة تطورات أبرزها هذه السنة هو تدشين الهوية الجديدة وتغيير اسمها إلى جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم،
وهذا الجائزة موجهة لطلبة مراكز تحفيظ القرآن الكريم من الذكور والإناث. إيه نعم، لو تخبرينا أكثر عن عدد المتسابقين اللي تقبلونهم كل سنة في هذه، يعني هل من حق أي شخص أنه يتقدم للمشاركة في هذه المسابقة؟ السنة هذه شهدت الجائزة أجواء تنافسية والحمد لله، وهناك كان في زيادة ملحوظة في عدد المشاركين، بلغ هذه السنة 2700 متسابق ومتسابقة مقارنة بالعام الماضي اللي كان 1860 مشارك. ما شاء الله، يعني أعداد كبيرة، إن شاء الله يا رب تزايد وتزايد ونشوف المنافسة في حفظ القرآن الكريم ياخذ أوجه. لو يعني أنا اللي لفت نظري بالفعل في هذه المسابقة اللي إحنا نعتز فيها كبحرينيين ونتشرف فيها، إن في اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في المسابقة. شلون تتم اختيارهم؟ هل من السهل عملية دمجهم ومشاركتهم؟ هناك عدة مسابقات فرعية تحت مظلة جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم، منها مسابقة أجران وهي لذوي الإعاقة الذهنية البسيطة، تكون بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وانطلقت اليوم فعالياتها الثلاثاء في مركز تأهيل الأكاديمي المهني مثل ما ذكرتي. نعم. وراح تستمر تصفياتها على مدى 3 أيام، وهناك طبعا تعاون وثيق ومشاركة جميلة ومتميزة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة. نعم، وشلون طريقة دمجهم، طريقة حفظهم للقرآن؟ الله يحفظهم، يعني لو تنقل لنا بس من اللي تشوفونه في يعني خصوصا هذه الفئة. يعني لله الحمد من العام ابتدينا في مسابقة أجران، وكان في مشاركات وايد فعالة، والمتسابقين أساسا كانوا وايد مستانسين وفرحانين بالمشاركة. نعم، يعني هذه نقلوا لنا مدرسينهم، والحمد لله حتى بالسنة كان في زيادة وايد ملحوظ في عدد المشاركين. نعم، يعني بعد إذا سألتك سؤال آخر، هو ما هو جديد هذه السنة؟ يعني ما شاء الله هذه المسابقة مميزة جدا، يرتفع فيها أعداد المتنافسين في حفظ كتاب الله، لكن شنو الجديد بعد غير دمج ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وعندنا عدة مسابقات وشركات اجتماعية مع عدة جهات، منها مسابقة غفران تعاون مع وزارة الداخلية، وهي موجهة للنزيلات ونزلاء الإصلاح والتأهيل، والإجريات شهر مارس الماضي. بالإضافة عندنا مسابقة بيان لطلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. نعم. وراح تجري تصفياتها إن شاء الله بتاريخ 24 أبريل الجاري بمعهد الشيخ خليفة التكنولوجيا. بالإضافة عندنا مسابقة رضوان لعموم الجمهور، هذه المسابقة لمن يريد المشاركة من الجمهور ولا ينتسب حق مراكز التحفيظ. نعم، يعني جهود جدا جبارة وجميلة قاعدين نشوفها تغطي كل شرائح مملكة البحرين. ماذا بعد تأهل واختيار الفائزين؟ هل يتم تأهيلهم للمشاركات في مسابقات دولية على مستوى العالم في حفظ القرآن؟ نعم، احنا حاليا عندنا تصفيتين، هي التصفية الأولية، وحين حاليا إن شاء الله راح يكون في تصفيات نهائية بتاريخ 22، وعلى أساسها المخرجات اللي راح يكونوا الفائزين يشاركون في المحافل الدولية المسابقات القرآنية في الخارج، وقاعدين يحرزون مراكز فوز. نعم، متميزة يعني. نعم بالفعل. الأستاذة خلود علي، رئيس قسم المسابقات القرآنية بإدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك. العنوان الرئيسي لجلسة النواب اليوم بعنوان حقائق إسكانية واتهامات بعدم تعاون الحكومة، موضوعين مهمين جدا ناقشهم مجلس النواب اليوم. طبعا يتعلق الموضوع الأول يتعلق بالإسكان، والثاني يتعلق بعدم تعاون الحكومة مع النواب والموافقة على مقترحاتهم. راح نفصل أكثر في كل نقطة من هذه النقاط. طبعا موضوع الإسكان تضمن رد وزير الإسكان على أسئلة النواب، وكانت الردود مهمة لكل البحرينيين ومو بس لكل النواب. كانت الردود كالتالي: وزير الإسكان أكد أن خطة الوزارة مستمرة من سنة 2011 إلى اليوم في التركيز على الطلبات القديمة. أيضا وزير الإسكان أكد للنواب أن وزارة الإسكان تستقبل كل سنة ما لا يقل عن 5500 طلب إسكاني، وأن المحافظة الشمالية تحصد نصيب الأسد من إجمالي المشروعات الإسكانية واللي تتجاوز 6600 وحدة.
بنك الإسكان أيضا موجه كل طاقة التشغيلية لحل الملف الإسكاني، وتم طرح مناقصات 2657 وحدة سكنية، وتتركز جهود الوزارة في المحافظة الشمالية بنسبة 88% بمعدل يتجاوز 5400 وحدة سكنية. بنك الإسكان حول 20 مليون دينار في 2016 حق خزينة الدولة، وفي عام 2017 راح يتم تحويل 10 مليون دينار، وفي عام 2018 نفس المبلغ بعد. صراحة جهود جبارة تقوم فيها وزارة الإسكان لتنفيذ الطلبات الإسكانية اللي توصل كل سنة إلى 5500 طلب إسكاني مثل ما قال الوزير. طبعا هذا يعتبر تحدي تتحمل الحكومة حق تحقيق الطلبات رغم الضغوط الاقتصادية اللي تمر فيها البحرين. طبعا نروح حق الموضوع الثاني اللي تم مناقشته اليوم في مجلس النواب او في جلسه النواب تحديدا، وهو موضوع مهم عبر فيه النواب عن استيائهم لعدم تعاون الحكومه معهم، وتكرر سيناريو اتهام وتاكيدات النواب على عدم تعاون السلطه التنفيذيه مع السلطه التشريعيه خاصه في الاقتراحات والرغبات واللي تم رفعها من المجلس للحكومه. هالمطالبات اللي قالها مجلس النواب كانت خلال الجلسه في وقت استعراض ومناقشه 20 رساله وارده من الحكومه، هذه كلها على الاقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب واللي رفضت الحكومة عدد كبير منها. الحكومة قالت خلال مناقشة الاقتراحات برغبة أن كل إن كان عدم التعاون اللي يلمح للنواب في مناقشاتهم بسبب عدم موافقة الحكومة على كل الرغبات المتقدمة فهذه ما يسمى عدم تعاون، وإن كان المقصود من التعاون أن تقول الحكومة نعم لكل الرغبات فهالشيء طبعا مو معقول وغير ممكن. شدد النواب أيضا على أن رفض الحكومة لعدد كبير من الاقتراحات والرغبات اللي يرفعها المجلس لها غير مبررة وغير إيجابي ولا يخدم الصالح العام، في الوقت اللي قال عدد من النواب أن من الخطأ أن نلوم الوزراء والمسؤولين وننسى نلوم أنفسنا. ليش الأدوات الدستورية اللي كفلها القانون للمجلس النيابي ما تتفعل ولا تستخدم أصلا؟ ليش ما نستخدم أدوات البرلمان ونقوم بالاستجواب ونحاسب المسؤول أو الوزير أمام المجلس؟ وهذه حق أصيل للمجلس ومن صلاحيات النواب. طبعا للتعليق أكثر على هالموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي. سعادة النائب مساك الله بالخير. مساء الخير ومسي كذلك بالخير على السادة المشاهدين. يا مرحبا فيك. 20 اقتراح برغبة تم رفعها للحكومة من المجلس النيابي، تم رفض عدد كبير منها، شنو تحليلك على هالموضوع؟ بطبيعة الحال طبعا يجب أن نشير بأن يعني آليات المجلس النيابي عندما يتعامل مع الحكومة المؤقتة هناك ثلاث آليات، نركز دائما على آلية الرقابة من خلال طرح الأسئلة وغيرها، وكذلك على آلية التشريع نفسها من خلال اقتراح القوانين وتعديلها. ولكن في اعتقادي بأن الأداة الأهم في هذا المجلس وفي كل مجلس هي أداة التعاون. كما تعلم سيدي الكريم بأن العمل القائم بين مجلس النواب وبين يعني السلطة التنفيذية يعتمد في هذا الشق على التوافق. هذا العمل ننظر له نحن كنواب بأنه عمل مشترك من خلال نحاول أن نحقق قدر كبير من التفاهمات، وهو ما نأمل أن يستمر خصوصا في ظل الاهتمام الدائم والدعوة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لتأصيل هذا المبدأ، مبدأ التوافق. نعم. العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. صحيح، التوافق موجود سعادة النائب في هذا الجانب، ولكن هناك بعض اللغط أحيانا بين الحين والآخر. بطبيعة الحال يعني نحن ندرك التحدي الاقتصادي التي يعني تمر به مملكة البحرين، ونحن ندرك كذلك بأن هذا التحدي كذلك تمر به المنطقة، ولكن في نفس الوقت ندرك بأن هذه الأداة، أداة الاقتراح برغبة، هي أداة يستفيد منها النواب، وهي دائما تصب في مصلحة المواطن البحرين. نراعي عند تقديم هذه المقترحات والتي تمر بخمس مراحل قبل أن تصل إلى الحكومة، نراعي فيها الأوضاع الاقتصادية القائمة، وفي نفس الوقت نحاول أن نعكس اهتمامات المواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات عبر البوابة التشريعية. وبالتالي يعني نطلب دائما أن يكون التعاطي مع هذه الأداة يكون بتعاطي فيه اهتمام أكبر من قبل الحكومة ومن قبل الوزارات. يعني إذا أذنت لي ملاحظتي أنا الشخصية من بداية المجلس، شكرا، من بداية المجلس التشريعي الحالي كان هناك تعاون بصراحة أكبر مع هذه الأداة، أداة الاقتراح برغبة، بالرغم بأننا قررنا برنامج عمل الحكومة والذي يعني تضمن شق كبير، ولكن هناك شق آخر طرأ بعد ذلك، وكان هناك تفهم كبير من الحكومة على هذه الاقتراحات. غير أنه خلال يعني صراحة الدور الأخير لاحظت بأنه غالبا ما تأتي ردود يعني بشكل غير إيجابي.
نحن ندرك تماما يعني المادة التي تعطي الحكومة الحق في الرفض، ولكننا لا نرى بأن هذا الرفض يأتي في معظم الأحيان مسبب، يعني دائما أو ملاحظة يعني بأن الرد يأتي غير مسبب. ربما هذا الرد الغير مسبب أحيانا في بعض الأمور يأتي بسبب عدم الجدية في تقديم تلك المقترحات أو المقترحات برغبة إن صح التعبير. لا يعني أمانة معظم المقترحات، فلننظر لما ما نوقش اليوم، يعني هذه المقترحات عبرت عن رغبة النواب في تقديم خدمات بسيطة، بعضها إجراءات صيانة على حدائق أو أحياء سكنية أو تطوير شارع ما لحماية المارة أو تعديل أوضاع موظفين مثلا أو نقلهم من هنا إلى هناك. هي أمور بسيطة من المفترض أن تتلاقى فيها الإرادة الحكومية مع الرغبة البرلمانية. ندرك كذلك بأن الميزانية لم تقر بعد، وأن الحكومة لا تريد أن في هذا الوقت تحديدا أن يعني تفرض على نفسها التزام. ندرك ذلك وندرك بأن تحدي الميزانية تحدي كبير نحن يعني نشعر به، ولكن المجلس يعني بمختلف نوابه يراعي كذلك، يراعي هذا الوقت ويراعي ما أسلفت ذكرت أنا قبل قليل ما تمر به البحرين كغيرها من دول المنطقة. نحن ننظر بعين كبيرة من المسؤولية عندما نطرح هذه الاقتراحات، لأننا يعني نرغب من خلالها أن نقدم شيء أعتقد بأنه مشروع وأعتقد بأنه يصب في مصلحة المواطنين، وبالتالي نأمل أن يكون هناك تعاون يعني أوثق مع الحكومة في مع يعني مع المجلس المنتخب بما يحقق مصلحة الجميع. صحيح. يعني على ذكر التلاقيات سألتنا أنا آسف على المقاطعة، ولكن على ذكر التلاقيات يعني بالنسبة لمهام المجلس النيابي، ألا ترى بأن هناك تداخل أحيانا تكون ما بين المجلس النيابي وأيضا المجالس البلدية أو البلدية إن صح التعبير؟ يعني في بعض الأحيان يقدم المجلس مقترح معين، خاصة يعني عندما يقدم بصفة مستعجلة يكون فيه شق يمكن خاص بالشق البلدي، ولكن بالضبط. ما نراه من معظم النواب إذا لم يكن جميعهم بأن هناك يعني عمل مشترك مع يعني مع العضو البلدي، كما ترى بأن معظم النواب عندما يقومون بزيارة مسؤول ما أو وزير ما يراعون أن يكون العضو البلدي موجود. المجلس كذلك طرح منتدى نيابي بلدي تلمس من خلال احتياجات أعضاء المجالس البلدية، خرجنا بتوصيات قدمناها إلى المجلس ونحاول أن نعمل على تنفيذها. يمكن أنت في البداية كذلك أشرت إلى موضوع مهم أو طرحت سؤال، يعني أنا لاحظت أنك قلت هل يا ترى يمارس المجلس صلاحيات بالضبط، هل يستخدم أدوات الدستورية إن صح التعبير؟ هل يستخدم المجلس يستخدم هذه الأدوات، ودليل على ذلك كثرة التشريعات والتعديلات ومقترحات القوانين التي يقدمها المجلس، وهذه بطبيعة الحال أيضا تعكس المرحلة. البحرين اليوم يعني تمر بتحدي اقتصادي، وإذا لاحظت بأن معظم المقترحات بالضبط. التي تقدم بها أصحاب السعادة صبت في هذا الجانب، كانت مقترحات لتعديل قوانين استثمارية وتجارية وغير ذلك. يمكن اليوم في جلسة اليوم يمكن خير دليل، يعني كانت جدول أعمال يحتوي على العديد من المقترحات بقانون التي تقدم بها أصحاب السعادة النواب فيما يتعلق بقانون الشركات وما يتعلق بأمور أخرى شبيهة. يمكن دليل على ذلك أن اليوم يعني المجلس وبعد 26 جلسة للجنة المعنية التي أبلت بلاء حسن ناقش قانون تنظيم القطاع العقاري ووافق على 12 مادة من هذا القانون، وأعتقد هذا يعكس جدية المجلس في تقديم ما يخدم الوطن والمواطن. بالضبط. يمكن اليوم نحن يعني كأعضاء منتخبون عبرنا عن عتبنا، ولكن ثقتنا كبيرة في هذه الحكومة التي يعني يرأسها صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، وثقتنا كبيرة كذلك في توجيهاته السديدة للوزراء والمعنيين في هذا الجانب، وخاصة في المقترحات التي يعني لا تتطلب يعني أن يفرد لها ميزانيات. صحيح. خاصة ما يتعلق بالأمور التنظيمية البسيطة، الأمور التي يعني نقل موظفين أو تثبيتهم أو يعني القيام بأمر بسيط هنا أو هناك. صحيح. أتصور هي قابلة للتحقيق، وأتصور ستعكس كذلك مدى جدية الحكومة بالضبط. والمجلس في هذا التعاون المشترك. صحيح. البعض يتهم مجلس النواب، اسمح لي على هذا السؤال سادة النائب، بأنهم يعني يلوحون باستخدام بعض الأدوات الدستورية فقط لمجرد الدعايات الانتخابية. والله أنا لا أتفق يعني مع هذا الطرح. رأينا بأن أصحاب السعادة النواب يعني قد نختلف في المجلس، إذا لاحظت قد نصوت بشكل مغاير أو مختلف. صحيح. في أمور كثيرة، ولكن أجدني يعني أقول بصراحة بأن جميع أصحاب السعادة النواب عندما يقدمون
يعني وجهات نظرهم، وهم في النهاية يهدفون إلى مصلحة الوطن والمواطن. وعندما كذلك يقول نائب هنا أو هناك بأن هناك رغبة لاستجواب مسؤول معين أو وزير معين أو طرح لجنة تحقيق، أتصور بأنهم يقومون بهذا العمل كذلك وفق ما يمليه عليه ضميرهم، وهم لا يستخدمونها فقط للتلويع، ولكن أحيانا يعني تستخدم كأداة ضغط، وهذا شيء مشروع في العمل النيابي بطبيعة الحال. وكما تلاحظ يعني أحيانا عندما يكون هناك شد في موضوع معين أو بالتحديد، يعني تجد بأن هذا الموضوع بعد فترة يكون فيه هناك لقاءات، يكون فيه هناك اجتماع مع المسؤول هذا المسؤول أو ذاك، وتجد بأن الأمور تمر يعني بسلاسة. وهي طبعا طبيعة التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين بالتأكيد، وكذلك تعبر عن خصوصيتها، وهو شيء نفتخر به في المجلس بالتأكيد. سؤال أخير سعادة النائب، بالنسبة لمجمل رد وزير الإسكان اليوم على أصحاب السعادة النواب، بالنسبة لأرباح بنك الإسكان تحديدا، هل البنك يعتبر ربحي ولا من المفترض أن يقدم خدمات للمواطنين بسعر التكلفة فقط؟ يعني في تصوري، يمكن أنا نائب سأعبر عن وجهة نظري الخاصة، نعم. يعني ليس بالضرورة يعني تلتقي هذه الوجهة مع آراء بعض أصحاب السعادة النواب. بداية وزير الإسكان كشخص مسؤول، أنا شخصيا يعني أعول عليه كثيرا، والذي ثقة كبيرة في هذا الرجل الذي استطاع أن يدير هذا الملف يعني بحنكة وبموضوعية، واستطاع في خلال فترة وجيزة بدعم من رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبدعم كذلك من صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن يحرك هذا الملف، وأن أتصور يعني يحقق فيه الكثير في خلال فترة قياسية. عندما نأتي إلى ملف بنك الإسكان، نعم. يعني أنا شخصيا أعتقد بأن هذا البنك يجب أن لا يكون ربحي، خاصة وأن هذا البنك يعني الكلاينت أو زبائن هذا البنك هم زبائن يعني مضمونين، هم زبائن من ذوي يعني الدخل المحدود، صحيح. يتم تحويلهم تحويل طلباتهم إلى هذا البنك، وبالتالي لا يجب على هذا البنك أن يحقق ربحية. هذه وجهة نظري أنا الخاصة. مع التوضيح، أنا لا أتحدث عن القروض السكن الاجتماعي، إنما أتحدث عن القروض الخاصة بالبناء أو الشراء، نعم. أو غيرها من القروض اللي يقدمها بنك الإسكان. يا نعم، لكن إذا طبيعة الحال نعم، ولكن إذا سمحت لي أن أكمل طبعا. ولكن إذا أراد هذا البنك أن يضارب السوق، أن يدخل في أشياء أخرى، في تطوير عقاري هنا أو تطوير عقاري هناك، هذا حق مشروع. هذا جانب آخر. لا يكون يعني لا يكون هذا الربح يعني ربح لأصحاب الطلبات الإسكانية من ذوي الدخل المحدود. أتصور هذه يعني لا. بالتأكيد. هذا رأيي الشخصي. سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، ابقوا معنا، عمليات التجميل والحقن وغيرها من الأمور بعد الفاصل. عمليات التجميل منتشرة اليوم في كل مكان، بعد ما كان التجميل غالي الثمن والناس تسافر وتتعنى عشان تسوي لها عملية أو تعدل لها شيء مني منك، صار الحين التجميل يوصل بالأوردر للبيت. ما عادوا البنات يفتكرون أو يخافون من عمليات التجميل ولا من مضاعفاتها، صار الشيء كلش عادي. كل واحدة داشة الصالون، يعني كأنها قصدي واحدة داشة الصالون تتحنى أو تسوي أظافرها مانيكير أو بديكير. البنت مثلا تشوف روحها تقعد قدام المنظرة وتشوف روحها أنا يوم خشمي مو عاجبني، لا شفايفي مو عاجبتني، تقوم وتقول يلا تروح أقرب عيادة أو حتى أقرب صالون تجميل وتطلب اللي خاطرها فيه، منيو كامل موجود اللي تبي تسويه. ويمكن اللي في خاطرها شافته على ممثلة لكن ما يناسبها تروح وتقول حق الدكتور بلي سوي نفس فلانة. زين يا جماعة، إذا أنت ما تشبهين فلانة شلون أسويش نفسها؟ يلا عمليات الاستنساخ موجودة في كل مكان، لكن مع الأسف تندفع وتطلب إبرة وتواصل، والكثير منهم عقب ما يسوي الشيء يتحسف عقب ما يشوف النتيجة السلبية على وجهه. والصراحة النتيجة السلبية تكون ليش؟ تكون يا إما إن هي استشارة شخص خطأ، أو إن هي راحت حق المكان الخطأ اللي في الغالب أخوي فواز يكون غير مصرح. اليوم لا تحط على البنات بس، ترى حتى الرجال يروحون. ما دام انت يا لولو تكلمتني عن البنات، انا قلت يمكن تتكلمين يعني حتى عن شيء ثاني وبتدافعين عنهم، لكن ما دام ما دافعتي عنهم اللي صاير اليوم شيء اغرب. وبازيدش مو من الشعر بيت،
قصايد. لأن اللي قاعد يصير اليوم شيء عجيب يا جماعة، هوس حقن التجميل انتقل من البنات حق من؟ حق الشباب. للأسف أقولها شباب، الأول كنا نقول بس البنات، الحين وايد من الشباب يتجهون حق حقن التجميل. تخيلي يا لولو، بعضهم محتاج العمليات بسبب عيب خلقي، هذه احنا نقول لا حول ولا قوة، لكن بعضهم لا هو محتاج ولا هو بشيء، قام يقلد البنات ويدور عن جمال الرجل. يا جماعة جمال الرجل في أخلاقه، في تصرفاته. الدليل مثل ما كشف عن المؤتمر والمعرض اللي صار في دبي حق أمراض الجلد اللي صار قبل أسبوعين، عن تزايد إقبال الرجال على إجراء عمليات التجميل في المنطقة العربية. والله فشيلة في حقنا احنا. وبينوا يعني بعض الخبراء يا لولو، بينوا أن التقديرات تشير أن نسبة الرجال اللي يسوون عمليات التجميل ارتفعت ل 20%. تخيلي، كانت قبل بعد يعني ايش دعوة، كانت أقل، كانت 10% حتى 1% ما تنقال. طبعاً كانت 5% فقط قبل نحو 10 سنوات، يعني هذه السالفة من زمان مو بتوها. قبل فواز يقولون الرجال مخابر مو مناظر. الحين صاروا مناظر. الحين صاروا مناظر. طبعاً بعضهم. بعضهم أكيد لا بنات ولا شباب. عموماً إحنا اليوم موضوعنا عن التجميل في البحرين، راح نناقش فيه العوامل السلبية اللي تصدر من أماكن غير المرخصة مع ضيوفنا، لكن خلينا نشوف ذي التقرير السريع عن نتائج ومضاعفات الحقن ونرجع لكم. بابوقات هنا شنو فيلر هذا عود؟ هذا بابوقة أبوي باعي. دكتور. بين طين حقش أبوي لا لا شيء. دكتور يأذيني كل شيء يأذيني دكتور. هاي طابوقة باعي بنت طابوقة حد هنا هنا. دكتور. احكي لي شنو هاي؟ احكي لي. هاي رحت الوحدة مصالون وضربتني. مصالون؟ إيه على أساس فيلر 6 أشهر. قالت لك فيلر دائم ولا قالت لا لا قالت لي 6 أشهر وينتهي. شنو قالت لك؟ أمريكي فرنسي قشمرت لك؟ ما جابت لي اسم. ما جابت لك. إيه. حقنتك زين. هاي مصالون شنو يعني؟ تحقن هي مصالون تقص شعر لو تحقن فيلر؟ والله ما أدري. أكو ناس يسوون يها هم يعني فيلر هاي؟ إيه ده سووا بتوخس ده سووا فيلر. إيه. خوش. زين. صار عندك وراها ورمت له عادي مشيت ولا اول 6 أشهر حلو ماكو شيء ماكو كل شيء ورا 6 أشهر بدت تورم رحت لها كانت تقول لي اخذي ابر ديكسداميت يعني قصدك ديكادرون كورتيزون اي هاي صارت تجيب على هاي المعاناه اختي 8 أشهر تدفعين الثمن وهاي المعاناه من وراء تصرف خاطئ مهنه غير مهنتها حلاقه مهنتها تقص شعر تميز شعر تصبغ شعر مو مهنتها تحقن في الروبوتكس تضرب ابد الوجه. اوكي؟ فواز أنا عندي أخت ومأسي عليها أختي العزيزة كلها تقول من بقى عافية على عافيته زاد الله سقم وهذا اللي شفناه هذا اللي شفناه أيوه. ليش مسويين شيء في روحهم؟ أول شيء يا جماعة نحب ننوه أن هذه الحالات اللي عرضناها حق التجميل كانت أو صارت خارج البحرين مو في البحرين لكن سؤالنا الأول اللي راح نطرحه مع ضيوفنا في الاستديو أن هل هذه الحالات نشوفها في البحرين ولا لا بس خلوني في البداية أمسي معاكم بالخير مع ضيوفنا في الاستديو الدكتورة حنان عبد الواحد معرفي استشارية طب الجلد التكميلي والأمراض الجلدية يا هلا يا مرحبا فيك والدكتورة مريم باقي استشارة أمراض جلدية زمالة البورد العربي زمالة نيويورك هلا مرحبا فيك عندنا كذي في البحرين؟ عندنا للأسف للأسف عندنا والله هذا اللي شفناه يعور القلب يا دكتورة هذه في ناس تروح بنفسهم هل يرمون نفسهم بتهلكة لأنهم أتوقع أنهم يروحون عند ناس مو متخصصين في الأمراض الجلدية أو التجميلية أو طب الجلد التكميلي يعني دكتورة مريم إذا الواحد راح حق طبيب متخصص ما بيصير مضاعفات نفس هذه شوفي لولو هو من باب الأمانة الطبية احنا دائما اي اجراء طبي في قبله كونسنت نسميه او بالعربي شو نسميه
الاذن الطبي اللي وقع المريض لاي اجراء اي غزه ابره انا اقول حق المرضى لازم تكون فيها مضاعفات. ولكن الشخص المتمرس يعني لو تشوفين تسالين دكتوره حنان كم سنه صار ندرس في الجلديه دارس مو بس الجلد دارس التشريح ما تحت الجلد الاوعيه الدمويه فهو مؤهل للتعامل مع هالمضاعفات اذا حدثت. فانت تحكين عن شخص يحقن يعني بين ألف حاله تصيده واحده من المضاعفات ومش بالسوء اللي شفتوه غير شخص مو مؤهل وغير يعني مؤهل ومستعد للتعامل مع هالمضاعفات ففي اختلاف كبير يعني. نعم انا في سؤال بعد صدق يعني وايد يراودني وكنت بعد اسال معدين الفقره كنت اقول لهم هل الحقن يعتبر عمليه يعني يطلق عليه لف عمليه بروسيجر عملية تقريبا يعني احنا ايه اجراء اجراء اجراء, إجراء, إجراء طبي اجراء طبي غير جراح غير جراح يعني لازم المكان يكون معقم نجهز المريض نعقم المنطقة مو نحقن على طول كذي بدون تعقيم في يعني صح. يعني دكتورة حنان هل تسألون الطبيب اللي بس جاي مثلا يسوي فيلر او بوتكس عن حالته الصحية؟ طبعا لازم اعرف هل هو ياخذ حبوب لسيولة الدم؟ نعم. هل المريض هذا يصير عنده هربس متكرر؟ أو يصير عنده بكتيريا أو عنده مشاكل صحية ممكن يخاف من الإبرة ويطيح ويغمى عليه نعم يدخل في أنفلاكتيك شوك فيعني تخلون غرفة طوارئ موجودة في مراكزكم الطبية؟ إحنا مدربين وممرضاتنا والأطباء مدربين سنوياً نسوي لهم تدريب ويأخذون شهادات إسعافات أولية وفي أي حالة طارئة نجهز المريض نهيئة ما يصير أنا بس أحقن بدون ما هيئ المريض وعقب ما أقومه من التخدير البسيط هذا الموضعي نعم بعد لازم أتأكد من سلامته ما يترك العيادة إلا صحيح. لما يكون متأكد صحيح يعني الموضوع كلش مو سهل فواز مو بسهل أنا يعني اللي شفته يعني هاللقطات اللي شفناها الصراحة وغير اللي نشوفهم في بعض المسلسلات بعض الفنانين والفنانات احنا نتكلم عنهم تغيرون رمضان تشوفينهم غير رمضان الثاني ولا واحدة ثانية من ذي عبالش فنانة جديدة ولا لا ترى هي نفس حدودها غير وأمورها غير أنا هذا السؤال اللي في البداية قالت الدكتورة حنان دكتورة مريم يعني قالت في البداية أن هذا نراحة ومراكز غير مؤهلة ليش يروحون إذا ما كان فيهم عيب خلقي ليش تروح؟ شوف سؤال أول شيء ليش تحقن إجمالاً هاي موضوع آخر بس ليش تروح حق مراكز غير متخصصة أنا أعتقد السبب هو الشقين يعني لا ثالث لهم الشق الأول ليش تروح أصلاً ليش تروح هذه إذا ما فيها شيء يا هي شيء متعلق شخصي هي تحس أن هذه المنطقة تحتاج إلى علاج مريضة نفسياً دكتورة ما أقدر أعمم هاي موضوع مش يمكن هاي موضوع حلقة جاية خليها على لساني لا لأن في إحنا نحقن أنا أحقن دكتورة حنان تحقن ولكن ويسلك ذا كيسز يعني واحدة صارت على نهاية الثلاثين وبداية الأربعين صار في ضمور في منتصف الوجه خطوط تعبيرية كبيرة وواضحة هذه حالات يعني تكميلية تستحق أن تحقن عرفت لكن واحدة في مقتبل العمر ما دشت حتى العشرين شكلها جميل ما فيها أي علامة من علامات تقدم السن أو الضمور هذه ما في داعي تحقن وإحنا أي مريض ما في داعي للحقن تونا نسولف مع دكتور حنان ما عندنا أي إشكال نقول له للأسف ما نحقنك فأنا أعتقد هذه أحد الأسباب ليش يروحون حق أماكن غير متخصصة لما الطبيب المتخصص على قولتنا he turns him down فيروح حق مكان ثاني الطبيب يرفض أننا نرفض حالات نعم. أنا اليوم جتني واحدة عمرها تقريبا 46 سنة رفضت إني أسوي لها مو محتاجة شنو كانت طالبة لستة واربعين لا هي مو طالبة شيء هي قالت لي أنا جايتك أسألك هل أنا بشرتي تحتاج فيلر أو بوتوكس اطلب أصرت على البوتوكس هل بشرتي تحتاج طبعا رفضت قلت لها بالعكس أنت محافظة على بشرتك قولي ليش قاعد تاخذين هي ما شاء الله 46 والله صدق عشان تطبقها ما عندها أنا قبل بس لولو سمحي لي يمكن لا خذ راحتك أكيد عندك وايد استفسارات لا والله بعض المشاهدين يمكن وأنا منهم ترى أسمع عن الفيلر والبوتكس وغيرها من الإبر هذه إذا كانت إبر ولا كانت يعني كريمات وأدوية خلونا نوضح حق المشاهدين شنو الفيلر وشنو البوتكس حق اللي تابعنا وما يدري عن هذه السوالف وإن شاء الله ما تدري اللي ما مثلك وإن شاء الله لأن المعد يقول سألي فواز مو ضارب ولا شيء ليش خدودي فواز شكله توتالي ضد الأشياء سواني يحتاجه لا شكله ما يعرف صراحة ما أشوف أحد يحتاج أنا أقول ليش يحتاج لو كانت في خطوط هذه خبرة السنين نسميها خلوا خبرة السنين لا البوتوكس هو يرخي عضلة الوجه ويستخدم عادة في الجزء العلوي من الوجه في الجزء العلوي يس إلا البوتوكس إلا في بعض الحالات إذا كان الشخص عنده الضحكة اللي هي اللثوية اللثوية القمي سمايل يعطونهم
بينما الفيلر هي إبر مالئة تملأ الخطوط. دكتورة تقدر بعد تشرح لكم. هو يعني الدكتورة ما قصرت، يمكن شرحت بيوتيفلي عن البوتوكس. الفيلر من اسمه فيلينج، تعبئة. لما لو تذكر قلت لك مع التقدم في السن يصير الواحدة بروفايلها جميل، الخد مرتفع مدور بطريقة جميلة، نفس اللي يصير في الناس اللي تفقد وزن وايد عقب التكميم. توها صغيرة ويها شوف الخد يختفي، فيكبرها في السن كثير. أنت تقدر ترجع فقط الشكل السابق لا أزيد ولا أقل، بتعبئة المنطقة تعبيها فيلنجت، ومن هذا سمي بالفيلر. على طاري تعبئة المنطقة، اللي يلج حق الشفايف هذا شلون يعتمد أيضا؟ أنا معلي سمحوا لي بكون صريح في بعض الأسئلة اللي أنا مثل ما قلت ضدها على طول، إلا في الحالات التجميلية إذا كان مرض. صحيح. هو شكله شوفي قال نفس الممثلات بعضهم اللي طلعون. هذه والله ما نعرفهم ثاني رمضان. صحيح كلامك. تشوف الدكتور اللي دارس الحقن على أصوله، هو ترى بالمسألة ذوق شخصي. أوكي، في تيست إحنا نقول الدكتور هذا المثل ماله يختلف عن الدكتور هذا المثل ماله. في ممكن تحقن، دائما اقول حق المرضى ممكن نحقن حتى 3 إبر وتطلعين من العياده ما حد يدري انك حقنتي. هي مساله توزيع، مساله تشريح، عرفت؟ ومو شرط ان المريضه تحقن تظهر ياشرون لها انت مساويه هذه المنطقه. انا اقول لهم اذا احد قال لكم هي معناته فشلنا في الحقن. نعم، لازم الشكل يكون طبيعي جدا. بعضهم ما ينفهم شنو يقولون من كثر ما كنا تيوب للاسف. يطفحون في البحر بالضبط، او حتى من كثر ما انظر يعني ماليه الاماكن عيونها ما تقدر تشوفها، ما في ملامح. والمشكله مو هني، المشكله لما تكون عندك بنيه مراهقه. نعم. تجيك مع صديقاتها وتقول يا دكتورة أبي أحقن، أنا أشوف عندي لاين هني، وأنا عندي تحت عيني، وأنا عندي كذا. توها مراهقة يعني 17 سنة، تيج 16 سنة 18 سنة، يعني جناية لو أنا أسوي. أيوة والله جناية من ولي الأمر. هو لازم الحين نوقف عند نقطة الجناية. هو هل فعلا يجب على كل مريض أن يلجأ إلى طبيب تجميل حتى لو كان إبرة بيحقنه؟ لازم يوقع على فورمة صح؟ ما هي العمر القانونية الرسمية اللي ممكن البنت أو الولد يجيكم ويقول لكم أنا أحتاج أو أعتقد أن أحتاج حقن تحقنونه دكتور؟ أنا صراحة إذا ما كانوا يبلغون سن الرشد 21 إنزين أخليهم يجيبون أولياء أمورهم، أتكلم مع ولي الأمر، أقعد وياها أقول لها يا يما، لأن أنا صارت لي مواقف. أنا بنتي أتي تقول لي يما إيش رايك؟ تقعد مع البنات الكبار او تقعد مع اخواتها الكبار والصديقات يقعدون يسولفون، ترجع لي بالبيت تقول لي يما عندي كذي عندي كذا عندي كذا. لازم انت هني لما عندك المراهقه تقول لك هالكلام هذا ترفعين من معنوياتها، مو اكثر من مجاديفها. ليش يجون البنات الصغار يبون يحقنون؟ اما صديقتها تحبطها وتقول لها تعالي خشمك عود، خشمك صغير، شفايفك عودة، شفايفك صغيرة، أو تكون متعرفة على واحد توها عايشة قصة حب زين، وذاك يكسر من مجاديفها. وهي طبعاً بعيداً عاداتنا وتقاليدنا. أو متزوجة وزوجها يكسر من مجاديفها. جاتني حالات توها متزوجة البنت، توها مخطوبة البنت زين، ويقول لها مثلاً عدلي روحك، صيري مثل فلانة، صير يطالع هو الممثلات. نعم. فهو يفتكر مشكلة. ويفتكر ان هذا هو الصح، وكله فلتر. اي بالضبط، كله فلتر. اشوف بعد من الاتش دي قام يبين يبين الاخطاء عشان بس يعرفون انه مو كل شيء صدق. لازم يكون عندهم سيلف كونفيدنس، لازم يكون عندهم ثقه في نفسهم البنات. بالضبط. دكتوره مريم من اي سن تقبلين تسوين؟ نفس الشيء ما دون ال20 ما دام ما في داعي. وبعدين بقول لك مو بس السن، اذا المريض اصلا ان شاء الله عمره 30 لا يحتاج، نصرفه بطريقه مهذبه من العياده ونشرح له ليش. نشرح له انك ما تحتاج، ترى مو معناته انت تظهر من عندي تروح تدور لك مكان ثاني. نعم. لانك جميل وما تحتاج. تقنعينه بهذا الوجه. نحاول. زين انا اللي عارفه انه حين المراهقات يودون امهاتهم وياهم يسحبونها وقالت تعالي. اي والله انا عدلي امي، امي صارت عيوز. اي اي صارت. شلون تتعاملون معاهم دكاتره؟ ناخذ دكتوره مريم عندك خبره فيها. يعني انا اصلا هالموقف يضايقني يزعجني، يعني ما احس حلوه، لان انا صارت لي مره ان يعني هو الموقف بشكل عام، البنيه جايبه والدتها، حتى اصلا قلتها في السناب يعني، فجايبه والدتها والوالده ما تبغي. اي نعم. وقاعده على الكرسي وتقول لي شوفي وجهها شلون مهرده تفشل. انا قالت تفشل ما قدرت. في احترام يعني. طبعا. قلت لها تيسري اللي انت علمتي
يعني أدب بالحوار مع الأكبر سنا يعني وايد ضايقتني، ما حبيت طريقة الكلام مع والدتها أصلا. هذه بعد مرت على الدكتورة حنان التجارب هذه. أنا مرت علي كذلك مثل ما تفضلت الدكتورة مريم، تجي مثلا البنت اللي عمرها 17 أو 18 تجبر والدتها إن أتي معاها علشان تسوي الفيلر والبوتوكس. طبعا الأم تكون خلاص واصلة حدها، فتقول يا دكتورة أنت كلميها، أنت نصحيها، أنا ماني قادرة خلاص. فلازم ننصحهم، البنات صغار محتاجين توعية، محتاجين كذا. و دكتورة حنان، أنت تشوفين هوس؟ يعني تشوفين الموضوع وصل لمرحلة الهوس؟ إحنا شعوب استهلاكية. نعم. وإحنا شعوب ما عندنا قادة، عندنا فولورز، شعوب الهبة. الشعوب الشرقية عموماً، واحدة شرت لها جنطة الكل شرى مثلها، واحدة ضربت فيلر الكل ضرب، واحدة أخذت الكريم الفلاني. قلت لك بنير كلهم بنير، ابتسامة لازم هوليود. فإحنا شعوب فولور، إحنا ما عندنا واحدة تقرر إن أنا والله ما أبي أقلد فلان. وصاروا نسخ سبحان الله، لأن ما يبوا يعني صايرين كلنا نقلد، صاير الشكل خلاص واحد. دكتورة مريم، يعني إذا تكلمنا عن موضوع الهبات والهوس، أنت شلون تقنعين الشخص اللي ما يحتاج إن أنت ما تحتاج؟ شوفي أنت كطبيبة تشرحين بشكل طبي، أنا أشرح لهم حتى نسوي في قواعد رياضية. يعني لما تقولي أبي ذقن مثلا أو أبي خد، أقول لها ما تحتاجين، وفي خطوط. يعني لما تشوف وجه المريضة في عقلي خط يمين، في لهم أسماء، تقاسيم تشريحية للوجه. نحاول نقنعها بهاي الطريقة، وأذكر لهم دائما إذا ما كان عندك ثقة داخلية إن شاء الله تسوين مو بس حقن غير جراحي، تسوين إن شاء الله عمليات تجميل، ما راح تقنعي في النهاية لأن في خلل داخلي. قنعي واستقري وسوي الإجراء اللي تحتاجينه. وأنا أقول لهم دائما يعني بالمنطق الطبيب يحب يشتغل، هاي شغله صح. فلما أنا أقول لك ما تحتاجين، المفروض تفكرين ليش، أكيد في سبب صح. فنحاول نقنعها في حالات لكن تصل إلى درجة الهوس وتحتاج حتى حق علاج نفسي. نعم. تعرفين يعني حتى المريضة بعضهم يقولوا لك أنا أحس دكتورة أن بالغشمرة يبي لي طبيب نفسي. لا أقولها والله مش عيب، يعني أن تقعدين وتسولفين إذا كانت واصلة لدرجة الهوس. طبيب نفسي بعد لا تجاملينها اللي بتجي لك اللوم اللي جايبها مهس حبتها. عاد إحنا بلطف يعني نحاول. والله هذا شوف هذا اللطف اللي خلانا نوصل لهذه المرحلة والدلع. ولا احنا من متى نعرف عمليات التجميل؟ امهاتنا وجداتنا ولا عمرهم راحوا، وش حلوهم عاشوا بالبخنه يقولنا شو. انت تخلفين الدكتوره في هذا الجانب. لا انا اعتقد المجتمع اصبح مادي. يعني حتى المراكز التجميليه زين او المنتجعات التجميليه او الصالونات اللي فيها ناس غير متخصصين صاروا they want to يبون يجنون الماده بطريقه سريعه. بزنس يمشون بابرتهم. اي أيوة والله ها خوش تعبير، يمشون بابرتهم. برجع لك دكتوره بسالك عن متى بدت بالفعل عمليات التجميل، اساسها متى كان؟ في السبعينات في الثمانينات بعد ذلك برجع لك، لكن خل اخذ يعني اللي صار عقب عمليات التجميل المضاعفات. الدكتور اشرف الشايب استشاري جراحه التجميل بمستشفى الملك حمد الجامعي، مساك الله بالخير دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخير. يا مرحبا، مساء الورد يا دكتور. حسب ما نعرف ان الكثير من الحالات تمر عليكم في مستشفى الملك حمد الجامعي تتعلق بالمضاعفات اللي صارت عند البعض بعد حقن التجميل، ممكن تخبرنا عن ابرز هذه الحالات؟ ايوه الحقيقه احنا فعلا في المستشفى الملك حمد بنستقبل استقبلنا في الفتره اللي فاتت، انا في المستشفى من حوالي سنه، استقبلنا حوالي 3 حالات بالشكل ده. صحيح. هي على زي ما اتفضلت واتكلمت النهارده، هو هوس التجميل زي ما سميتوه مرض، هو مرض التجميل. بيبقوا عاملين عمليات زي كده معظمها حقن فعلا في اماكن غير متخصصه وغير مرخصه للحقن. صحيح. طبعا من ناس غير متدربين وغير متخصصين. بينتج عنها انه مشاكل كثيره، ابسطها ان يحصل التهاب مكان الجرح، وساعات يحصل تشوه اكثر من التجميل. يعني بتبقى هدف منها تجميل بيبقى غير منتظم الحقن، وبيبقى يحصل منه مشاكل ساعات بدل ما يكون المستعمل غالبا دلوقتي هو الحقن الفيلرز او حقن التعبئه المؤقته اللي هي بتزول بعد 6 شهور مثلا او 7 شهور او كده. كتير من الناس حاجات قديمه اللي هي الحقن الدائمه، ودي بتعمل مشاكل اكتر وبتبقى بتحجر، يبقى المكان يبقى متحجر كده وصعب طبعا التعامل معاه بالمره يعني. صحيح. كل ده يعني هين لغايه ما نوصل الى بعض الصور اللي عرضتوها زي الصور مشرفه. بيحصل تقرحات في الجلد، وال شفت حالات زي كده عندنا في المستشفى اكثر من مره، اخرهم حاجه من اسبوعين يمكن.
حقنة في البيت، يعني هي بدل ما تروح حتى الصالون واحدة بتلف على البيوت وتجمعوا ثلاث أربع سيدات مع بعض حقنتهم يعني بكميات كبيرة من السائل غير معروف أكلهم بكولاجين ومش معروف مصدره ومش معروف هل هو يعني ممكن ملوث ولا غير ملوث وممكن يعمل لها إيه. بعد ما حقنت بأيام بدأت تتعب فاتصلت بيها قالت لها لا ده خدي مضاد حيوي. طب لا اسم مضاد حيوي غريب غير موجود في الصيدليات وغير متعرف عليه. فالفكرة انها بعد حوالي 12 يوم مرت على اكثر من المستشفى قالوا لها ما نقدرش نعمل لك حاجة. وبعدين جات لنا في المستشفى، طبعا احنا عندنا في المستشفى ما يعني اي مريض جاي في حالة طارئة بالشكل ده ما بنرفضوش، ودي تعليمات مشددة من إدارة المستشفى بخدمة اي مريض يجي سواء مواطن او مقيم او حتى زائر. نعم. وطبعا دي تعليمات متكرره باستمرار بالضبط. لقاءاتنا مع قائد المستشفى اللي هو سعاده اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطيه الله الخليفه دايما بياكد على المعلومه على الموضوع ده، احنا صحيح. موجودين لخدمه المرضى وموجودين على ارض البحرين بقدر ما نستطيع. طب ندخل العافيه دكتور نعمل لهم اللازم. نعم. اقامتهم بتصل لفترات طويله، الالتهابات ساعات بتبقى التهابات شديده بتخلي الانسجه اللي تحت الجلد كلها بتموت وتحتاج لعمليات ترخيه بعد كده وبيبقى شكل مش جمالي بالمره ويدخلون في متاهات. نعم. اخرى دكتور بالنسبه للحالات اللي مرت عليك خلال العام، انت ذكرت تقريبا ثلاث حالات سواء مرت عليك او على زملائك من الدكاتره ايضا، نسبه الحالات هذه فيها بعضها من الرجال؟ لا الحقيقه كانوا الثلاثه من النساء. الثلاثه كانوا من النساء ويعني كلهم كانوا حاقنين يا اما في البيت عن طريق حد جالهم البيت او في بعض الصالونات، وغالبا اللي بيروحوا الصالونات بيبقوا كمان سنهم صغير زي ما اتفضلت الدكتوره. صحيح. كلهم سنهم يعني اقل من سن رشدي، يعني هي رايحه الصالون فبعلم اهلها انها رايحه الصالون. صحيح. عشان تعمل حاجه معينه في الصالون بيقول لها طب نعمل لك ده او ده، توافق طبعا لانه بعيد عن رقابه الاهل كمان. يعني دي المشكله هذه المشكله نعاني منها. يعطيك العافيه دكتور اشرف. هي تعليق على بسيط على يتفضل. يعني احد الزميلات قالوا الفرق بين الاخت المذيعه كانت تسال عن هل بيحصل مضاعفات من الحقن عن طريق لو طبيب عملها ولا لا. طبعا وارد انه يحصل زي ما الدكتوره اتفضلت، بيبقى فيه كونسنت او اقرار بالموافقه على اجراء البروسيدير ده، او بنقول فيه معظم او معظم المضاعفات اللي قد تحدث وحتى المضاعفات النادره منها لازم نذكرها عشان يبقى عارف لو حصلت. صحيح. على علم بيها مسبقا. صح. لكن اذا حصلت من طبيب بتحصل بنسبه اقل جدا لانه بيبقى متمرس، والاهم من انها تحصل انه بيبقى هو على درايه بان ازاي يعالج المضاعفات لو حصل. بالضبط. لكن في الصالون لو حصل مضاعفه زي كده خلاص بتسكر التليفون ما تعرفش توصل له على طول. بالضبط. واحنا من ناحيتنا حاولنا حتى قريب اننا نتصل بالجهات المسؤوله لما كان عندنا مريضه بالشكل ده، فهم بلغونا الحقيقه ان الاجراء ان الـ لابد المريضه هي نفسها اللي تقدم الشكوى. بالضبط. بالضبط. ترفع القضيه وتقدم شكوى على هذا الصالون او هذا المحل الغير مرخص. الدكتور اشرف الشايب استشاري جراحه تجميل بمستشفى الملك حمد الجامعي، كل الشكر والتقدير لك. والله الله يزيدهم ان شاء الله بس هاي الثلاث حالات اللي مروا عليك. بس سؤالك في تحامل، هل من سالته بنات ولا اولاد؟ لا لا سؤال جندري. لكن لو قايل لي ان ثلاث رجال كلهم ما تدري اللي يمكن الرجال راح يتعالج في أماكن ثانية. لكن فعلا اللي خلينا نوقف عن موضوع جدا مهم، شلون أصلا لأن الصالونات تمارس هذه المهنة، وإحنا هاد سوينا فقرة كاملة عنهم. هذا لين يا جماعة، وبعد نرجع نأكد ونعيد ونزيد، يا جماعة لا تقطين روحك في أي مكان. صالون التجميل حد يستشور شعر، حد يسوي أي شيء، بس مو أن تروحين لي يضربك إبرة. ترى هذه إجراء طبي لازم اللي يقوم فيه دكتور قاسم قسم طبي بتحمل نتيجة أي شيء راح يصيدك. اللي يجون للبيت وصلنا للدليفري للبيت، أنا بروح تفاجأت يعني أوكي صالون قول بنسكره، لكن يوصل للبيت هذي شلون نصيده؟ هذا وين يدورونه أصلاً لوصل للبيت؟ يعني دكاترة يعني سؤال أول شيء بسأل دكتورة حنان عقب بنتقل في نفس السؤال حق دكتورة مريم. أكيد تيكم حالات وتقول لك إن أنا حاقنة في المكان الفلاني، هل توعونهم إن روحوا واشتكوا قدموا بلاغ؟ أنا صراحة ما يجوني هالنوعية من الناس اللي حاقنا في المكان الفلاني. أنا معظم مرضاي اللي يوني يعني مثقفين جدا. ما يجي أحد مثلا مسوي حقن في دولة معينة بحقن دائم يجون وصار في خطأ؟ شلون تتعاملين معها؟ لا هذه اللي مسويه دائم بعد يعني مسكينة، هذه لازم ترجع للبلد اللي سوت فيه يعني ما تعدلين لها.
يعني ما تقدرين لان في عندك دائم ما اعرف، بس انا شفت حالات انه تروح حق الطبيبه والطبيبه تطقها، لازم هي تعرف شنو الماده اللي الدكتوره حطتها. هي لازم المكان اللي هي راحت له سافرت له شنو الماده اللي حطوها علشان يشيلونها. انا ما اقدر بعد اصلح غلطه غيرك. دكتوره مريم جاتك حالات كذي؟ انا مو بس شفت حالات، انا الصبح في السلمانيه حتى نعم. في واحده من الحالات توهقت لان نفس ما قال الدكتور اشرف، لما تحقنين في صالون او في شقق، في اماكن في شقق، لما صارت كومبليكيشن، هاي قصص كلها حقيقيه شفتها، تسكر عليك الباب، المريضه تتوهق وين تروح، فتضطر تدور في اي مكان. معظم الاطباء ما يحبون يحطون يدهم في هاي الحالات لانها حالات معقده، خصوصا اذا كانت ماده غير مرخصه ومش مؤقته. ما تعرفين كيف تتصرفين معاها. اذا كانت ماده دائمه يفضل انك ما تلمسينها لانها قد يزيد الالتهاب ويزيد التشوه ويدش اسمك في موضوع التشوه. النقطه الثانيه ان للاسف الشديد في ناس، يعني انا في الانستغرام، يعني انا عندي اكونت في الانستغرام وتوصلني مسجات غريبه عجيبه على الدايركت. اي نعم يعني ما شاء الله عليك، عندك يعني حساب توعوي، يعني نحب نشيد فيه ونشيد بكل الاطباء اللي يستخدمون السوشيال ميديا حق توعيه الناس. هاي جزء من واجبنا كاطباء. شو تشوفي نفس الشيء احنا موجودين للتوعيه. اشياء شو اقول لك لولو، يعني اشياء تعور القلب، يعني في فرق اسمه قال فواز يعني ضد الموضوع توتالي يعني شعره بين الهوس وبين الاجراء كاجراء طبي تجميلي. نعم. واحده من القصص، واحده بنت بعد كذي راحت شقه، رايحه مع زميلتها من قطر، هي اللي تقصلي القصه تقولي ترى انا ما حقنت بس بقول لك الجو العام. احنا طبعا نتحكي عن كونسبت، ما نتحكي عن مكان معين ولا نشير الى شخص ولا شخصا. نعم. نتحكي عن ظاهره هي عالميه لكن للاسف موجوده بعد في البحرين. فتقول دخلنا المكان، هي شقه، مكان الحقن هو المطبخ. على كرسي عادي جدا، والكلاينتس او الزباين مصففين في الصاله، انت تبين خشم، انت تبين شفايف، حط المخدر ومكان الحقن اي حتى الغداء موجود على برد حتى مالهم. المقصد مو بكذي، انا اتعجب حتى المكسب شفناه فواز الكتروني والله يعني سوري بس بحصل تشبيه ثاني. هو السؤال ليش الناس في 2017 وصلنا حق درجه من العالم صار قريه صغيره. اكونتات الاطباء ما شاء الله، مو بس انا ما شاء الله الدكاتره كثار كلهم مرخصين ويعطون نصائح، صارت المعلومه توصل للجميع بسهوله. نعم. جدا ليش ما زالت الناس تصر؟ هاي سؤال فواز كان في البدايه، كنا ما خلصنا القيمه النقديه يمكن لها شنو الفلوس عليك نور. انا كنت بقول لك ما قلت لك السعر، هاي بعد ترى موضوع جدا مهم. شلون الاسعار؟ انت لما تشيل كوست المبنى الطبي المجهز، دكتوره حنان قالت احنا مو تعال خذوا فغلوا احقن، انت سبتك ماتيريال، جوده المنتجات اللي تستخدمها، التدريب اللي تسوينه حق الطاقم الطبي بالضبط، هاي كلها يعني الخبره والجوده تكلف الانسان شويه اكثر. لكن لما انا اجيب ماده الله اعلم من وين صاحبها، عمرها ايش، صلاحيتها كيف، وتعال احقن بهاي الطريقه. فالناس للاسف اللي همها السعر مش الكواليتي اوف ذا بروسيجر. هذه سؤال بروحه للاسف. يمكن تبالغون في الاسعار، يمكن لا احنا لا من كذي يروحون في المطبخ يسوونها اذا تتفرغون في الاسعار. لا اعتقد انا اما ان الفيلر هذا اللي يجيبونه ابر التعبئه او الابر المالئه، اما يجيبونها من دول غير الفيلر مالها غير مرخص. يعني انت علشان ترخص الفيلر هذا يمر بشهادات جوده. اي شهاده الجوده هذه بروحها تكلف المصنع الام، وشهاده الجوده علشان يصدرها الوكيل هني في البحرين وتروح هيئه المهن الصحيه كذلك تكلف الوكيل اللي في البحرين. فاما الناس هذه تجيب الفيلر من برا مع تجار الشنطه، اي او لان في تجار شنطه في البلد للاسف، ولا ما يفترون في الفريج اكيد في تجار شنطه، في مطابخ بعد مفتوحه اكيد في تجار شنطه والله. فاما كذي او اما انهم قاعدين يستعملون شغلات غير مرخصه. يعني اما ان قاعدين يبونها، لان في بعض الدول تجيب كميات من الفيلر اكبر من البحرين وما ندري شلون يحفظونها، وتاجر الشنطه يدخلها بسعر جمله. وطبعا ما يقدر يبيعها علينا احنا الاطباء، لان انا لازم عندي فاتوره واشتريها من الوكيل، وتجيني بثلاجات خاصه وتجيني بطريقه خاصه من الوكيل. نعم.
وعدد الوكلاء اللي في البحرين اللي مرخصين يبيعون معروفين ابر المالئة طبعا معروفين. صحيح صحيح. انا السؤال اللي يعني على طاري المطبخ لولو، انت فتحتي باب المطبخ على طاري المطبخ، يعني الحين بعض الادوات اللي تستخدم في الفيلر والبوتوكس اذا كان كلامي صحيح بالنسبه للمسميات هذه الطبيه الدكتوره حنان والدكتوره مريم، هذه ممكن تتفاعل لان المراه مكانها احيانا تطبخ وتقوم باعمال البيت، تسافر في الطياره، هل ممكن تتفاعل مع الضغط الجوي؟ نشوف شيء منفجر مثلا، خدود منفجره ولا شيء؟ لا 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 ما تتفاعل، لا غير مرخصه، غير مرخصه. انت تخالط بين الحشو التجميلي نفس السيليكون اللي يحشى في بعض مناطق الجسم نفس الصدر او الارداف في بعض عمليات الحشو. احنا اللي نتكلم عنه او على الاقل اللي احنا نمارسه اللي هو الحقن الغير جراحي التجميلي، ابر الفيلر او التعبه هي عباره عن سكر. سكر. نفس المادة الداعمة اللي في الجلد. أنا أتحكى طبعاً على الـ FDA Approved Materials، المواد عالية الجودة. يعني كنت أقصد المواد الغير مرخصة أصلاً والغير معروف مصدرها. إذا كانت سيليكون ومواد حاشية قد تتفاعل. ممكن تتفاعل. أي. مع يعني الضغط الجوي. كان في حالات. حط أغراض في الميكروويف ولا؟ ملمونها الدرجة. بس مع الضغط الجوي ممكن. مع الضغط الجوي ممكن. بس الفيلر والبوتوكس ما له علاقة. ما يتفاعل لا مع. لا أنا عدد مسميات لأن هذا اللي أعرفه، ما أعرف الأمور الثانية، فمن جدي قلت لك عن الفيلر والبوتوكس. هل سمعتم تتكلمون اجمالا؟ لا نعم دكتوره حنان، اذا رجعنا حق الحقن، واحده او واحد راحوا حق طبيب معتمد استخدم له مواد عاليه الجوده وحقنهم، شنو مثلا المضاعفات اللي من المتوقع انها تحصل؟ كدمه ممكن، هاي مقدور عليها. هي. بعد اكثر شيء ممكن تكون كدمه، هاي أسوأ شيء. أسوأ شيء وشويه احمرار، هذه أسوأ شيء جدا. يعني طمنتوا الناس اللي يبون يروحون لغرض يعني تجميلي صحي. الاحمرار يقعد له 6 ساعات، الكدمة احيانا مع البوتوكس تاخذ لها اسبوع. هاي كلها مؤقت. كلها مؤقت. يعني معظم احنا نسميها انجكشن سايت رياكشن اللي هي عوارض جانبية مؤقتة نتيجة الحقن الموضعي. بس هذه بعد دكتورة حنان تكلمت بساعة عن التدريب، الحين الحقن تطور، يعني صار فيه الحقن بالكانيولا والأنبوبة بدل الإبرة، خصوصا في مناطق حيوية نفس أسفل العين أو الأنف، حالات التقويم غير الجراحي، هاي المناطق نحاول نحقن بالأنبوبة، الأنبوبة بلنت مش سنينة، ففرصة دخولها في عراء دموي بالغلط يمين يسار شبه معدومة، ففي تقنيات حديثة للحقن تراعي تشريح الوجه حق المريض، وتكون نتائجها إليجنت أكثر حق المريض، يعني حتى لو كانت طريقة الحقن القديمة بالإبرة قد تسبب كدمة مثلا تحت العين، باستخدام طريقة الأنبوبة المريضة تطلع من عندي تروح العشاء على طول بدون أي. المقصد أن الطبيب أصلا مع تطور العلم وتقنيات جديدة وظفها مضاعفات أقل، فحتى المضاعفات ذي شبه معدومة. بس طبعا احنا دائما نقول حق المرضى في مضاعفات نادرة تحدث حق 1 من المليون. نعم. هي جدا نادرة، ولكن نحطها في الكونسنت ونخبر فيها المريض. يعني أنا يمكن سؤالي، سنة كم، أنا سألتك الدكتورة حنان قبل ما أخذ المداخلة الهاتفية مع الدكتور أشرف، سنة كم بدأت عمليات هذا التجميل؟ في دول مجلس التعاون الفيلر بدأ تقريبا من 15 سنة أو من 20 سنة بدأوا بالفيلر. يعني نقول في نهاية التسعينات بدأ؟ لا في بداية نص mid 90s، في منتصف التسعينات. في منتصف التسعينات يعني في هذه بدأت الناس تبتدي تسوي فيلر، بدأت الناس تسوي. قبلها كانوا يسوون عمليات تجميل، قبلها كانت تسوي عمليات تجميل. اليوم لا، التشوهات للعيوب. لا التشوهات العيوب الخلقية، عمليات التجميل هذه من قديم الأزل، من 60 سنة. لكن هذا اللي نشوفه اليوم من البوتوكس وغيره، لا هذه عمرها يعني لا تجاوز 15 سنة. تجاوز 15 سنة. زوجي مسافر ومغرد على الموضوع، مساك الله بالخير ابراهيم. يقول ان الواحد اذا سيارته خرابه يصلحها عند الوكاله، فما بالك يعني اذا صحت انسان. هذه احلى تعليق. إيه. بالضبط اكزاكتلي بالصميم. يمكن يقنعك شوي فواز. لا 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 ما يقنعني، ما في لا يقنعك انه يروح مركز طبي. لا لا هذه 100%. اي مرض فيني انا بروح مركز طبي، ما بروح حق اي واحد بس بيوصف لي. صح. لكن انا اقصد يعني انا قلت لك من قبل امهاتنا وبهاتنا واجدادنا، احنا الرجال بعد قاموا يسوون، فذكرت بهاتنا واجدادنا ما كانوا يسوون. يجونكم رجال ولا العياده فقط نساء؟ لا لا يجون رجال. يجون رجال دكتوره؟ لا يجون رجال يسوون بوتوكس، يسوون فيلر. شفت فواز؟ شفت دكتورة عيني؟ لا لا شو دكتورة عيني؟ هذه بلا توضيح يعني فيهم شيء مشكلة كان هو طبعا هو لما يجي يعني عنده جفاف مثلا، ما كان حاط كريمات،
عنده خطوط تعبيرية مثلا خطوط الجبهة أو حوالين العين. تعطي رجولة أكثر دكتورة حسب اللي نعرفه؟ أحيانا لا لا، أنت طبعا ما تشيل الخطوط هذه 100%، ولكن تقلل من الشيخوخة المبكرة. بالعكس حلو بعد أنت تشوف الرجل بعد إن الله جميل ويحب الجمال يا فواز. مرة صديقتي قالت لي ما تطقين بوتكس، قلت لها لا للحين على العلن اوكي بس عندي قابليين انا. قامت قالت لي روحي ضربي عشان تقين نفسك من في المستقبل. هل هذا فعلا؟ حسب، في ناس تشوفينها في نص العشرينات ما عندها تجاعيد يعني واضحه، بس تشوفين بادي الترهل في الحاجب مثلا او بادي في الجفون، او تشوفين الخط بادي يتحول من تعبير الى خط ستاتيك. نعم. فهذه نقول لها في ناس ما قلت لك هو موضوع جدا متشعب، ما نعطي البوتوكس بالطريقه الكلاسيك التقليديه، في شيء اسمه مايكرو توكس يعني حقن صغيره توزع. وناس ما قالت دكتوره حنان اصلا ترند قديم ان نفرزن الوجه ويقعد الوجه، الترند الحديث ان تقدرين تقعدين بكامل تعابيرك وتحكي حواجبك بالضبط. ولكن نمنع ان التجاعيد التعبيريه تغزر مع الوقت. يعني فهي وقائيه اكثر من انها تجميليه، يعني في شيء وقائي يعني اذا جيت لكم قلت لكم انا سويت لا تقعدون تقولون الوين راح اسوي دكتوره واحده بتروح لا لا دكتوره حضرتك لو جيتينا انا ارفضك ما اسوي لك. يا سلام احطك في العياده تقعدين مكاني. لا قالوا لي صح متاعب صراحه كثر الله خيركم على هذه الامانه الطبيه ما شاء الله تبارك الرحمن. لو نرجع حق موضوع الهبات، هل تحسون دكاترتنا يعني الاعزاء ان الاعلام ساهم في وجود هبه البوتوكس والفيلر؟ تبصري معاك دكتوره يعني خصوصا ان مقبلين على رمضان راح نشوف شكل جديد للممثلات والممثلين. انت الحين لو تشوفين فيلم اجنبي اوكي هوليوود وحتى بوليوود، وشوفي عندنا احنا في الميدل ايست شنو الفرق؟ هناك يبون كل تعبير عشان يطلعون الدراما عشان يطلعون التفاعل. يس احنا هني شنو نبي؟ ما يبون ولا شيء يتحرك بس يا دوب يطلع الحكي. للاسف انا اعتقد الناس قاعده تشوف الغلط وتعممه. بالضبط بالضبط. انا اتوقع ترى في رمضان السنه الاولى المسلسلات الخليجيه ان صح التعبير راح نشوف تحتها ترجمه، لأن ما نفهم شنو قاعد يقولون من التنفخ اللي مسويينه. لا يعني تصيح ما تدري فيها تصيح ولا تضحك. اي والله حتى التعابير، اي والله التعابير اختفت من كثر التنفخ، ما بعرفين هاي العيون شنو قاعد تبطل تضحك. واقعيه لاقصى درجه. دكتوره مريم يعني انت من خلال موقعك الالكتروني المفعل حسابك في التوعيه، هل فعلا تحاولين تحاربين ان ذي الموضوع يصير هبه وينتقل الى موضوع صحي وقائي ممكن نقول؟ 100% لازم. والغريب أنا كنت أسولف مع دكتورة حنان برا يعني نحاول نوعي وتحاولين تشرحين، الغريب أن من المتابعين نفسهم من المتابعين توصلك مسجات على الدايركت أن مستائين يعني على طاري حقن في الأماكن غير المرخصة مرة، وقلنا إحنا ما نشخصا ولا نذكر شخوص وأماكن بحد ذاته، نناقش ظاهرة فقط. فمن باب التوعية قاعدين نقول خوفا عليهم والله. كان أنا شعرفني 170,000 واحد بينهم شخصا شخصا فقط. وصلني مسج من واحدة من البنات تقول لي وانتي شحرت الحين إذا إحنا شحرت إن إحنا نروح نحقن في مكان غير مرخص. أنا أقول كل واحد يخلي باله على شغله أبرك له. وبعصبية ها؟ والله أعلم من وراء الشاشة كيف، بس التون من الكتابة والله أتمنى أن هذه الشخصة أو غيرها يشوفون هذه الفيديوهات اللي احنا حطيناها واستعرضناها أتمنى ويعرفون عن قصة ذي المطبخ اللي قاعد يستوي. ونتمنى بعد حتى من الجهات الرسمية أن تراقب هذه العملية أكثر وأكثر. وأنا ما ألوم الجهات، احنا سوينا حلقة والجهات تعاونت معنا، لكن هذه الجهات ما بتعرف عن هذه الأمور إلا من خلالنا احنا. صح. لأن احنا الناس الواعيين راحوا بلغوا. صح. كل واحد يخاف، يخاف ان صديقته في يوم يصيدها ضرر، يخاف ان اخته في يوم تلجح حق هذه الامور، بنته في المستقبل تلجح حق هذه الامور. شوفي لولو في البحرين احنا هيئه الوطنيه التخصص الصحيه نهر احنا نسميها قاعده تحاول تسوي مجهود، بس انت كم نفر عندك في الهيئه؟ كم مفتش صحي عندك في الهيئه؟ كم صالون ومركز تجميل وعياده طبيه موجوده اليوم في البحرين؟ عددهم قد عدد شعر الراس. نعم. فاحنا ما نلوم بس الكلاينتس المواطنين نفسهم، انت احنا شعب البحرين نفاشر يعني نباهي ان احنا شعب مثقف. نعم. فانا اقول اليوم على المجتمع بعد نفسه اللي يرضى يساوم في هذا الموضوع
فلا يعني لا يزعل بعدين، الله لا يقول اذا صادته مضاعفات او صار احد من اهله مضاعفات. على عدد شعر الراس، حتى شعر الراس صارت واصله. يسوون بلازما يطلع شعر. كل شيء له ريفيرال تجميلي شوفي. لو نبي نشتغل على السياحه العلاجيه ونخلي بلدنا بلد في جوده ومعايير جوده، اذا نبي نشتغل على معايير الجوده اعتقد احنا دورنا الاطباء ان احنا لازم نشتغل ونثقف المجتمع، وانتم كذلك في المجال الاعلامي بالضبط لازم تساعدون وتثقفون المجتمع. يعني احنا دورنا احنا شركاء مكملين لبعض، مكملين واحنا بالضبط. شركاء في التوعيه بالضبط. الدكتور حنان عبد الواحد معرفي استشاريه طب الجلد التكميلي والامراض الجلديه، كل الشكر والتقدير معك. شكرا لكم، الكلام كان جدا شيق وحلو شيق، وان شاء الله يعني ما تزعلون مني، ولكن انا بالعكس. ماسك ذي الطرف اللي ضد ولا زلت ضد يعني. راح نحترم تنوع الاراء. الله يخليك. معلش باخذ تركي بوجهك. الدكتوره مريم باقي استشاريه امراض جلديه زماله البورد العربي وزماله نيويورك، كل الشكر والتقدير لك. حياكم الله ما قصرتوا. نتمنى نشوف العيال يشبهون امهاتهم، ترى الابديت القديم صار العيال الحين حاليا ما يشبهون احد. نلقاكم بعد الفاصل. شكرا لكم. بعد ما بدينا في فقرة ساعي البريد واللي عرضناها الأسبوع اللي طاف في برنامج الراي، وقدمنا من خلالها كل محبة وتقدير وشكر حق كل بحريني يعمل في مهنة ساعي البريد، نستكمل معاكم شكرنا وتحياتنا لكل عامل بحريني صاحب مهنة بسيطة وشريفة. اليوم في فقرة شكرا بنكرم ونشكر ونقدر صاحب مهنة الخباز، هالمهنة اللي رغم بساطتها وسهولتها إلا أنها هي مهنة تتميز بقدر كبير من الصعاب والمشقة والتعب، تقدم لنا الكثير ولا نقدر أصلا نستغني عنها. أنا واحدة أحب الخبز. فواز، أنت لما كانوا يطرشونك تأخذ خبز وأنت صغير كنت ترجع تجيب الخبز الكامل للبيت؟ أنا كنت رشوني مرة وتحسفوا كل الخبز مخلص في الدرب. أي والله صراحة الخبز حار، ولا في الشتاء بعد نوقف عند التنور. حلاوته تأكله هو حار. أوف الخبز هذه عجيبة. هو أنا راجعك حق ذكريات من خلال هالتقرير وحج وقصة حج علي مع الخبز، نرجع لكم خلنا نشوف التقرير. حج علي ربطين خبز سوي لي إن شاء الله. الوالد كان بيبوشيتين بيبوشيتين انتقل إلى الزلاة خلاص. أنا جيت في أواخر 66 بدأت ويا الوالد خبر. الصبح من عقب صلاة الفجر نشتغل للساعة 10، من الساعة 10 نبند للساعة 4 العصر. رمضان نبتدي من عصر، من عقب صلاة العصر شوي نخبز. في بعض الأوقات طول الليل قاعدين للصبح. بعد الأوقات إذا نشوفه ما في أحد. أول طبعاً غير عرب بروح ميون، كل واحد فوطة ماله في يدي ياخذ 5 خبز 10 خبز يحطه في الفوطة ويمشي. عقب الحين كل واحد عنده خدامة وعنده دريولة وعنده هذي، ما حد يجيب روحه، نادر اللي يجيب روحه ياخذ خبز. زمان أول غير والحين غير. شيء حلو تحب انك تشتغل شغل تعب.
لكن عاد شغل عيب يعني شغل خباز مهنة واحد يعمل يعرق من عقب صلاة الفجر إلى 11 في الليل مشغول بهالعمل بهالشغل هذا الشغل خباز لكن الحين ما في نادر اللي الشغل خباز الحين بدل أول خبابيز في البحرين أكثر الخبابيز البحرين كله هولي من الفارس الحين كله بروحنا جيبنا أسويين علمناهم المهنة بسيطة بس مهنة صعبة مو كل واحد يدرس هاي خبز اللي طق تنورة دي هاي بلا سنين تتعلم والله صار خاطرنا في خبز قالت له لو خاطري في خبز وانا صار خاطري في خبز يعني هذه ليش ما جبت حجي ليش ما جبت خبز قال لي حط خبز على جبل قلت هذه حط بجنه قلت حط بالفايت قال لي عندك شيء قديم قلت لازم بعد بعد شيء قديم احنا سنين ناخذه في الجريده ولا دي يقول لك الحبر طبعا لا كان عندي فايل اي ياخذون خبز فايل يجيبون مال بيت الشيوخ ياخذون من عندي الله اي كل يوم ياخذون عندنا شهادات فايل محطوطه هنا الله حق بيت الشيوخ والله يا ريتك يجيب لنا في هالفايل احنا نعطيهم اي والله احنا نعطيهم من سنين من زمان ابوي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ديوان مال الشيخ حماد ديوان مال الشيخ سلمان كل ياخذون من عندي الله الله يوميا ياخذون خبز 4-5 دينار حجي علي بيخلص بتخلص الفقره احنا الحين رحبنا فيه بس خلاص غني عن التعريف حجي علي حجي مساك الله بالخير شلونك حلوك تضحك وتبتسم والحياه بسيطه حجي ها ماشيه بالرغم من صعوبتها بالرغم من صعوبه المهنه اللي انت فيها شلون بدأت فيها هذه المهنه والله بدأت في انا اذكر ان في رمضان 66 ما شاء الله كان والي الأول يعمل خباز في البحرين الله يرحمه خذيت أبن عن جد أنا جيت أول أنا بقول لك الصراحة جيت من فارس إلى إمارات من إمارات إلى بحرين الله هاي في 66 ولا قبل أواخر 66 أواخر 66 في رمضان 66 وصلت البحرين ثالث من رمضان يتسيري حق الثريد كان والد ما أدري من كم سنة قبل كان سنين وبنين قبل كان أول والد في بوسيتين ساكن في محمد أول قبل بعد في مملكة العربية السعودية زمان أريل أي ما شاء الله سولف عليه يقول لي أنا عملت خباز في دمام في الدمام في مملكة العربية السعودية وكان النقد السعودية كان فضة أو في ذاك الوقت سكة فضة أي صك فضة يقول نتس الخياش حتى شفنا حق تاجر نشتري طحين أي الله وانت جيت البحرين وخذيت الوظيفه هذه علمك عليها الوالد انا تعلمت على يد الوالد ما كان مو متعب ما كم كان عمرك يوم تعلمت اي كم عمرك صدق فيه تقريبا 16 سنه اي نعم مالي شنب عندي صور لبسني على قالوا الله كان يكتب معاك الصور هاي تذكر ايام شبابك ما زلت شبابك زين وصاحب الشغله حجي علي صاحبه يعني انه اتعلم احد شلون يوقف عند الضوء ويسوي الطحين وكذا لا لا ما اسمع الشغله صعبه يبا صعبة وايد يعني خاصة في الصيف شغلة حقة واحد اللي الشغل مو صعب واحد اللي يعمل طبعا ليانا حين صعب نعم بس احنا شفناك ما شاء الله يعني قاعد تشتغل وقاعد تسوي لا انا اشغل في البقالة حين ما اشغل في دي اي نعم هذا الشغل ما اشغل ذاك اليوم بس خبطتهم على شان حق التقرير ها بس انت يعني بديت فيها هذه الشغلة ايه؟ عندك عيال حجي اي نعم الله يخليهم لك في احد منهم حب انه يواصل هذه الشغلة لا والله ولدي وياي عندي ولد واحد أيه؟ اشتغل وياي بس خباز ساعات بس يشيل خبز اما يطق تنور وهذه ما يعرف الله الزباين الزباين حجي علي انا يعني انا من يعني قبل ولدي يشتغل وياي اي نعم عندي ولد واحد يفتني ويشتغل وياي لكن شغل صعبه ما يبي يتعلم الزباين اول حجي كنا احنا بنروح الزباين يختلفون عن اول يعني دل اول غير دلاله رسميه أول في الزلاق انا اخبر مثلا انا ويا والد نشتغل أيه. ما عندنا بعد مثل الحين هنود بروحنا نشتغل بروحكم. كل واحد مثلا ياخذ فوطه مالي ويا 5 خبز 10 خبز نعم هذا ياخذ خبزه حتى في الفوطه الحين ما مش ذاك التقاليد حجي علي سمعت ان الخبز صار بدينار خبز الجبن صار بدينارين ونص في بعض المطاعم
خبز على جبن يعني بدينارين ونص صار في بعض المطاعم يمكن خبز على جبن يسوون في المطاعم على بدينارين ونص نفس اللي انت تسويه نفس اللي انت تسويه انت يمكن بعد تحط جبن اكثر لا على حسب الطلب هذه جبن على حسب الطلب يعني انت تقدر تقولين لي حد اثنين جبن حد تقول حد ثلاثه جبن او جبن واحده اي لا يبا حجي يعني في المطاعم في المطاعم الغاليه او الفخمه نفس خبز الجبن اللي انت تسويه انت بكم تسويه ربي اكثر شيء ربي ونص ربيتين اذا ثلاثه اربعه جبن اي اما ربي احنا نسوي جبن واحده المطاعم نفسها هذه اللي تسويه انت بربيه واذا جبن زياده بربتين نفسها هذا القرص الواحد يسوونه بدينارين ونص ولا قالت لي هذه ما صدقت اي لا صدق يعني هم تروح تسويها انت بعد حاجي بيقولون بعدها يخربوا علينا خباصنا في الفريق قرص دينارين ونص ما يصير هذا اللي يسوونه جبن جبن حد يقول لي نص رب ثلاث جبنات بعد اقول له ربي ونص اي ها وقرص باربعنات قلت له صارت كم شنو انواع الخبز حجي؟ انواع الخبز شنو؟ احنا نعرف الكماتشي في كماتشي صح ولا؟ كماتشي وخبز عادي ودبل ويا سمسم اي عرفت؟ اي عرفت دبل طبعا هاي قطعتين تحط ويا بعض وتصير دبل وتحط سمسم فوقه وكماتشي نفس العينه بس ما توسعه سوي صغير وتحط سمسم تقدر تحط سمسم لكن خبز على الجبن تقدر تسوي انواع غير بس يكلف شلون شلون مثل ما تقول مثلا تقدر تسوي خبز مدور كذي هاي وايد مشكله خبز الجبن المدور اي شلون مشكله والله هاي صعبه انا اسوي لي بتسوي كذي وبتحط لا لا, لا 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 شلون لازم اول تقص هذه العين وتحليه وبعدين تحط جبن في وسطه وتحط هذه فوقه مثلا هاي وايد ياخذ وقت وايد وبكم سعر هذه اللي ياخذ وقت وايد هذا احنا ما نسوي الحين لانه ما يسوى لان وايد يعني لو انت تسوي كاستمر تعطل ايه عرفت؟ لو انت تقدر تسوي هذه قرصين يبي له نص ساعه وين الكاستمر يصبر على هذه ناس سهلوا مثلا يحط جميع اللون صح اسهل يقلب عليه ويسوي خبز زين حجي علي لو تكلمنا عن الكاستمر اللي يجونك هل تغيروا يعني كاستمر قبل كانوا غير والحين غير؟ شنو يعني؟ الكاستمر الزباين 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 حجي زباين كقلت لك الزباين اول كل واحد عرب مثلا نفس التقاليد يا ويا فوطه مالي احلى او يدري ولا ويا خدامه نادر اللي مثلا عيال الديره راعي البيت على الديره يجي مثلا يجون قليل نعم يجون مو يجون الشعب البحريني الشعب ما شاء الله متمسك بعاداته وايد مثل اول شيء متمسك بعد اخلاق نعم الشعب البحريني يعني لها اخلاق ولها تقاليد الله الله حجي ما فكرت تسوي يعني انواع جديده من الخبز تغير شيء جديد غريب هذا اللي تسويه انت من 66 ل 2017 صح ما فكرت انك تغير تضيف شيء جديد شيء باسم حجي علي طلع لو انا افكر الحين ما دام العامل اسوي مثلا هندي ما يطيعك شنو اللي في بالك وتعرف انه ما بيطيعك والله وايد اشياء تقدر تسوي مثل عطنا افكار كذي جديده خبز مهياوة تقدر تسوي خبز على مهياوة تقدر تسوي خبز على زعتر تقدر تسوي خبز أي خبز تقدر تسوي بس عاد بين العامل اللي يطيعك يسوي بس هذه لا موجودة خبز على زعتر المعجنات يسوون على زعتر اي بس لا طريقة هاي التنور غير ليش الخبز مدور؟ ليش الخبز مدور؟ ليش ما يصير مثلا مربع؟ يعني شلون هي الخبز انه يكون مدور يعني ليش ما الواحد يبتكر مدور هذه اللي نسوي جله هذه هذه الحطبه هذه البلويت نقصها احنا بروحنا مدورين انت بروحكم تسوون شنو المعدات عند النجار هذه البلويت نسوي مدور كذي قياس يعني هاي من تقاليد من ذاك الزمان للحين ماشي عليه هذه هاي الاشياء اللي ما تتغير ما يتغير لو ياولك عيال هالوقت وياك نبي خبز نوع جديد مو بمدور مثل لها الحركات الجديده بحرين ما في اما في دول ثانيه يمكن في مثلا نوع الطويل هاللون لكن هني في البحرين ماشي على هذه مدور والحمد لله ماشي يعني حج علي تستخدمون مكاين في الشغل مكاين حق العين حق عجن مكاين حق العين من زمان تقريبا نقدر نقول 40 سنه قبل او 45 سنه قبل مكاين موجودة ها أول ما جيت أنا مثلا في 66 مش مكاين مو موجود كان عين نسوي باليد اي نعم لكن أول بعد جابوا ماكينة من دول الخليج من الكويت
كان مو بناجح لهناك يعني. اي بعدين نزل مكاين من المانيا من دول. سرعت العمليه شوي. أيه. في عمليه العين ماكينه المانيه وماكينه كان ذاك الزمان ايرانيه. اي الهادي احسن. هذاك النوع مالي شوي ما في القاع يمكن يبقى الطحين ما يعين زين. يعطيك العافيه. لكن هذه الحين اللي تطورت لا تسوي عين بس حط في طحين وماي وملح ذي وبروحها تسوي عين. انا اقول يا يبا الله يعطيك الصحه والعافيه. واسمح لي يا يبا بنقدم لك هديه متواضعه في فقرتنا اليوم فقره شكرا. وقبل الهديه هذه عطني بوسه على راسك. لا على تعب السنين. لا لا لا. وهذه هاي الخطوط الحلوه يا ابو يسوون عمليات تجميل. لا لا هذا ما يحتاج عمليات تجميل. الله يسلمك. الخطوط اللي فيها تعب السنين اللي ربى عياله عليها وفتح بيت بهذه المهنه الجميله جدا يا لولو. يعطيك العافيه. هذه من تلفزيون البحرين. مشكور. من برنامج الراي. جزاك الله خير. وتستاهل اكبر واكثر من هذه الهديه يا يبا. مشكور. جزاك الله خير. ونبي انواع جديده من الخبز. يعطيك الصحه والعافيه. الله يحفظك ان شاء الله. الحمد لله ماشي الحال الحمد لله. اي نعم الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب. وان شاء الله وان شاء الله نشوف هذه المهنه توارثها الاجيال ونشوف البحرينيين هم اللي يخبزون. نبي نذوق هذا طعم الخبز البحريني يعني. ما يخبزون البحرينيين لا يخبزون كان زين. كان احسن. ها الله يحفظك يا يبا ويعطيك الصحه والعافيه. وهذه نموذج البحريني اللي يتعب ويطلع رزقه من عرق جبينه. مهما كانت المهنة بسيطة إلا إن هي مهنة شريفة تربي وتفتح بيوت يا لولو. اي والله والنعم فيه وفمثالك حجي علي يعني جيته وبنيته البحرين. واحنا هذا اللي قاعدين نقوله هذين عيال البحرين. أيوة. اللي فعلا يساهمون بكل طريقه بطريقه العمل الشريف ان هم يحصلون موارد دخل. وبالعكس يعني من ما يحب الخبز ومن ما يحب الخبز. اي والله من ما عنده علاقه مع شعب البحرين يحب الخبز ياكلون الخبز. اي واحنا عليك وياهم رمضان. رمضان. الله يعطيك الصحه والعافيه. ما قصرت. مشكورين وما قصرتوا ونشوفكم على خير ان شاء الله. أودي وياك. إيه هاي تودي وياك هيك إذن. هاي بس حق التصوير مثلاً. الله يحفظك يا يوبا. جزاك الله. وطول بعمرك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يخليك.